هل حالة لما اللاعب يكون في المستشفى وياخذ أدوية، في طبيب للنادي صحيح يشعر الطبيب صحيح انه انا كنت في المستشفى اعطوني هذه الادويه بحسب معلوماتي او معرفتي انا، انه يبدا يسجل هذه الادويه ولا لا؟ صح، بس وجود يعني اكثر الناس او لما يكون تعبان يكون تعبان بزياده، يمكن في اشياء كثيره تغيب عنه، او اشياء انه خاصه لما تصحى من النوم انك تروح مستشفى، في اشياء كثيره انك انت ما انت قادر انك تتصل على دكتور النادي، ولا مع ان كان في تواصل بعد خروج المستشفى. اي بعد خروج المستشفى ما كان في كلم طبيب لا النادي؟ بعد خروج المستشفى كان في تواصل مع دكتور النادي، ايش صار؟ واعطاه الوصفه اللي كانت من المستشفى، وشاف الوصفه كان وصف فيها بنادول واعتقد دواء ثاني واعتبار انفيتامين او في شيء، بس انه مو محظور يعني رياضيا. فالدكتور اتوقع انه اطمن، ما سال هل اخذت انت محلول او لا، ما قال اني اخذت محلول، فغابت هذه الجزئيه عنهم، فهذا اللي صار. طيب.